بصراحة ما كان بغيش نتفكر هاد المشهد هذا، ولكن ضروري نقول لأخوتي المغاربة. أول حاجة هي كبيرة الجريدة ديال شوف تي في على هاد الشي اللي دارت، وجات عندي حتى المنزل ديالي، تحية ليهم كبيرة. وكنقول لأخوتي المغاربة أول ميساج نوصل لكم، حضيو راسكم حضيو بالكم بزاف، راه كاين انت مسيح ليه ليا اللي ما كيحلوش. المهم نرجعو للموضوع كما سولتيني الأخت. بالنسبة للقصة ديالي اللي كانت البارح اللي ما عمرها تنسى ليا، هي كنت جالس انا اصلا كنت عيان ضربني البرد كاي مغربي، واحد 4 ايام وانا في الفراش. قلت البارح اجي ما نخرج نبدل واحد الساعه على الفراش، نبدل ساعه نخرج مع ديك ال11 نتمشى واحد السويعه ونرجع للدار. خرجت للحي ديالي، جلست انا واحد الزميل ديالي والحارس الليلي، المهم جالسين بحال ما هكا شادين تليفونات كنناقشوا كنضحكوا كاي دراري نتوما عارفين. شويه دازوا واحد الجوج دايزين بحال ما هكا لابسين سيرفيطات، لابسين داكشي ديال اللي كيقولوا لي المغاربه المشطر مليح، سيرفيطات سبرديلات هكا. شويه داروا عندنا، داروا قال لي تماك صاحبي كتشوف فيا. انت كيفاش كتشوف فيا؟ انا شديت التليفون تخلعت على الطريقه اللي جاي بعد، شديت ملي شديت التليفون داري الدوره، داري ديك الطريقه الدوره ويجبد واحد الجنوي، ملي جبد الجنوي صاحبو هو ويجبد وحده. الاساس الليلي هرب، بقيت انا وصاحبي هذاك مع واحد وانا مع واحد، كنكالي وكنكالي بحال ما كنكالي. كنا شادين واحد واحد المشروب منتوج شادينو، كنكالي بديك القرعه ديال البلاستيك، وصاحبي كيكالي صاحبي هرب خلاني معاهم بجوج. ملي بقيت ما بين السيارات كنهرب عليهم ما بين السيارات وهما جوج وديك الخلعه باش عاي ضربك، هو ضربني وانا ما عارفش راسي واش مضروب من الله. صافي اللحظه اللي هربت فيها، اللحظه اللي هربت فيها كيقول لي الدراري، لقيت وراي الدراري بزاف ولات الحومه، كيقول لي حمزه ضروري خصك تمشي تخيط هاد الشي راه بزاف راه كيخلع. ما حسيتش بالضربه حتى داز واحد الوقت، صافي بداك الدم سخون وهاديك ضرب درتها بان ليا الدمايات كتهبط من رجلي، مشات من الضربه في الدار وكهبطت من رجلي الدم. صافي رجعت شدي الطاكسي ديال الاجره ومشيت للسبيطار اللي ما عرف سيدي تما، اللي تا هما لقيت معاهم قصه اخرى. لا ملي كتبقى تادي الواجب كيكونوا موجودين، ولكن ملي كتبغي تخيط لا. اديت الواجب قالوا لي خصك تنتقل تمشي للميريس، المهم تدخلات كدا عاد خيطوا لي الغرزه، راه عندي 19 غرزه. دابا الوقت اللي هربان انا ضربني هو من اللور، الضربه راه جات هكا يعني ضربني من اللور. والحمد لله كنشكر الله على فضله وكنقول الحمد لله. مشيت للحراسه صيفطوني الحراسه الليليه، مشيت عندهم حتى اذا خدوا السميه والكنيه، وباقي ما باقي ما مشدودينش، باقي ما والو، باقي انا ما سول فيا حتى واحد. ما كنطلب من هذا المنبر ديال شوف تي في، كنطلب الحموشي وكاع الناس اللي معايا يديروا شي مجهود وداخلوا. راه واحد البؤره السوداء انايا اللي بنادم اعتداء انا في حي الفلاح حسب على عمله مولاي رشيد. والناس والساعه كانت 11:30، لان حتى واحد ما شاف فيه. انا كنت تضرب لمده شي قسم وانا مضارب معاهم، كيشوف فيه بنادم وما ما شاف فيه حتى واحد. يعني تكون امك اللي ما تخليكش تموت قبل منك، وما تجيش عندك في ديك اللحظه، حتى ديك اللحظه ديال الموت اسلا بحاجة من حجم كبير صاحبي، راه تشوف وتخلع وبنادم كيضرب فيك بحال ما وكب على ما على بالوش بك. يعني كل ما كانش ديك الخطوه هربان، تخيلوا مع ديك الخطوه كون رجعت بشويه كان النص ديالي عاد تقسم، راه كان ما بقاش ماشي 3 سنتيم على القلب من الخلف، يعني الموت. راه بنادم اللي كيضربك وانا الدم صغور ما قلتش انا باغي نرجع عندهم، انا اللهم نموت لا تمشي لي انا صحتي اللهم نموت. خويا الحمد لله واخا مصبران على النفس، والحمد لله ملي داز طريفة وخافوا بزاف الخوت، ديما لسان يخاف ما يخرجش بالليل يخاف. راه واخا تقولي عارفوك، انا راه كنجي من عين الذهب لمدة 8 سنين، يعني كنجي لواحد الوقت اللي بنادم ناشط خارج من 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 البار ولا من الملاهي الليليه، خارج ناشط وما كنوصلش لهذا النيفو. هذا ملي كتضرب حدا دارك وانت خاوي يجي واحد يهز عليك، يعني ما يجيكش الصحه ولاد. اللي خلاه يضرب بهذيك الطريقه عارفك عاد تاكلو، فهمتيني؟ عارفك عاد تاكلو، داير بحسابك، ولكن تجبد من تحت جنوي. انا المصور، انا اللي كنصور الفنانه كاملين كاع اللي قلت لي الدائر حمزه راه غادي على التعريف،
وكاع لي لونس ديال السهرات والملاهي الليليه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن كنلقاهم ديالي، كاع لي زافيشن اللي كندير لهم التصميم ديالو. عبد الله هو اتصل بيا كيسول فيا، داك خويا داك المعركه هو كيسول فيا البارح ملي شاف التصاور هو راه ما تاقش، قال حمزه في دربهم. حمزه كنعرفو عنده شعبيه بحال الفلاح، مولاي رشيد هو تربى الطريقه راه ما يمكنش. زينت هي سولت فيا قالت لي حمزه ما يكون عندك باس الله يجعلك مغفره الذنوب، والناس كاملين سولوا فينا وشكرا بزاف وتحيه لهم وتحيه كاع الجريده شوف تي في وكاع الجريدات اللي جاوا عندي، تحيه لهم كبيره من البرمجه. النداء اللي باغي نوصل اول نداء بعدا كنوصي خوتي المغاربه بصفه عامه، حضيو راسكم وردوا الحاجه اللي ما تقولوا ما نخافوش منا، راه هي اللي وقع يقدر يوقع منا المشكل. تخيل معايا انا كندي بلاصه كنمشي للمدينه القديمه كنحصل فيها في الربعه الصباح خمسه الصباح ما كاينش اللي كياديني، مع ملي بكيت انا الى سولنا الى رجعنا للارتيست الفنانه كاملين قلت لي حمزه يقول لك هذاك ديما ضحك، هذاك واخا يكون خاسر في البروجي يضحك معاك، ديما النشاط والضحك معروف عليه. ولكن الوقت علاش ماشي بكاتني الجناوه؟ بكانا صاحبي كنشوف غدا يموت واحد ولا تموت وحده قدام راجله قدام ولادو يموت، علاش ما يعرفش؟ جاب الله انا لقاني شويه، واحد اخر غيبقى يتزايد معاه يضربو،